عليك. اييه قرب هذا شويه مزيان ولا عندكش؟ ياه وريني النتيجه يا الله. شحال نعطيك واحد الكادو اخر. شكرا والله الا نعطيك واحد الكادو اخر على قبل هذاك، على قبل هذيك النتيجه اللي جبتي زوينه هذيك 16 تستاهل كادو عليها اكبر من هذاك. دابا خرجت من ورزازات شدها تقريبا بواحد 16 17 كيلومتر بحال هكاك. هنا في هذه البلاصه هادي هنا فين كاين مشروع النور، مشروع ديال الطاقه الشمسيه راه كاين في هذه الطريق هادي، ولكن هو ممنوع على الناس العاديين انه يدخلوا ليه. شنو من هنا وراه كاتبين عليه مدخل خاص، يعني ما يمكنش انك تدخل ليه. هذا تعتبر واحد من اكبر الاستثمارات اللي دار المغرب في مجال الطاقه الشمسيه، تقريبا التكلفة ديالتو شي 9 مليار دولار، وراه تعتبر واحد من اكبر المشاريع في العالم ديال الطاقه الشمسيه. وهنا كيف كتلاحظوا طبيعه تاع التضاريس اختلفت بشكل كبير ما بين هنا وما بين الجبال اللي كنا تماك جبال الاطلس الكبير. هنا على ما اعتقد هادو جبال الاطلس الصغير، عندهم واحد تركيبه يعني تركيبه صخريه مختلفة على 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 جبال الاطلس الكبير. دابا انا شاد الطريق قلعت مدكونة، قلعت مدكونة هنا طالعة ليا باقي ليها 117 كيلومتر، ولكن كاين واحد الراكورسي هو اللي غادي ندوز منه، غادي نختصر فيه واقيلا شي 30 ولا 25 كيلومتر بحال هكا. صراحة مهم ما تكون عندك جي بي اس. دابا عاد عرفت صراحة كنت غادي نمشي غير عشوائي، المهم ماشي عشوائي ولكن تنشوف هو الاول عاد تنتحرك. دابا يعني انت كاع الا سقلتي شي طريق تشوف الجي بي اس تعاود تحرك. تفتا ونعاود نرجع ليها، هي فيها ما بارد ما مروش المويه. السلام عليكم. بسم الله توكلنا على الله. ما نقيش هذا؟ لا كاين غير غادي يتلبس. لا بارد بارد الله يرحم ليك الوالدين، الله يجازيك بخير، شكرا بزاف. بارد الله يرحم ليكم الوالدين. في برميل من الداخل. كيلومتر. الله يرحم الوالدين. الله ييسر الامور، الله يعاونك. الناس ديال الجنوب الشرقي الله يعمرها دار دراوش بزاف، وراه كاع الناس اللي تلاقيت معاهم، باش نكون صريح زعما كاع اللي تلاقيت معاهم في حياتي كامله، ماشي غير في هاد الدرجيات باش ندوز من لهنا،
ديما هاد النواحي هادو ورزازات زاكورا قلعة مكونة تينغير طندراوش والعيب ديالهم بعيد سبحان الله العظيم. ولكن هنا تحركت واحد شوية الحرارة ماشي بزاف هي شوية غير هو بحال الليغات اللي كيلبسو. عندي واحد الليغات اخرين مصاصين يعني رنص لكن بعاد غير خصني نجبد شحال من حاجة باش نوصل ليه وما ظنيتش انه غادي نلقى كاع هاد السهولية بحال هكا. هذا هو فيلاج ديال سكورة. هنا هاد الطريق هادي تتدي لدون الدود 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 من لهنا الى بغيتي تطلع لقمة جبل مكون دوز من لهنا تقريبا انا هي بغيتي دوز على دون الدود عاد تزيد واحد شوية جبل مكون على ما اعتقد راه تيبان من لهنا غادي نفوتو غير هاد الطيور هادو ونوريه ليكم. مكون تعتبر واحد من لي صومي الصعاب في المغرب تقريبا راه فيه شي 4053 الا ما خانتنيش الذاكره اللي راه عالي بزاف بالاضافه انه صعيب في التسلق صراحه ما عمرني طلعت ليه. راهو راهو الجبل راهو هو تيبان فيهم تيبان فيه الثلج ولكن واش هو ولا كاين مورا هادوك ما عرفتش غالب غادي يكون هو هذاك حيت راهو تيبان راهو هو الكبير راهو هو العالي هنا لكم باش نعطيكم التدقيق ولا نفوتو غير هاد البلاصه هاد البلايص اللي فيهم الطيور تكون شي بلاصه عندها فيها الرؤيه مزيانه ولا دوز من لهنا دوز من هاد البلاصه هادي. راهو 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 ليه هو فيه السحاب الجندار ونوري لكم في الغالب غادي يكون هنا في هاد البلاصه هادي هي هنا الرؤيه مزيانه راه هو بلاتي راه هو ليه هنا تيلاش ليش هنا انا ما اعتقد المهم غادي نيش عليه بشي سهم ولا شي حاجه في المونتاج هنا كاين هنا راه هو تما كاين فيه الثلج ولكن ماشي هكاك تيكون نورمالمون الا كان العام زين تيكون حسان من هكا بزاف ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يرحمنا بشي شتيوه والثلج حتى هو ليسونس 140 كيلومتر باقي دابا دخلنا لقلعة مكونة تقريبا باقي من السونتر ديال قلعة مكونة 3 كيلومتر بحال هكاك. قلعة مكونة عاصمة الورود معروفة بالورد داك و تيكون فيها واحد الموسم في شهر 5 هذا هو واد مكون. واد مكون هو اللي مسؤول على داك الورد اللي تينوض في هاد في هاد في هاد المدينة هادي هانتوما يبان لكم الشجر فيه الورد هاو عامر الشجر بالورد. دابا راه تقريبا ما بقى والو دابا حنا في شهر 3 بقات واحد الشهرين ويبدا موسم تاع الورد. غنحاول منين نوقف ونقول لكم علاش تسمات قلعة مكونة ولا الاصل ديال السمية ديالها الحقيقية بعدا لان دابا كاين الريح قدر ما تسمعوش مزيان المعلومات. هاد الواد عطي واحد المنيطير رائع واد مكون. واد مكون راه هابط من قمة جبل مكون وبلا راه غلط ماشي هذاك اللي ليه هو هو جبل مكون. جبل مكون كاين في هاد الجهات اما هنا دايرين في السونتر دايرين الورد سونتر ديال المدينة القصبة راه كاينة من هاد الجهة قصبة الصوت
غنشوف شي بلاصه نوقف فيها ناكل بعدا وديك الساعه نعاود لكم كيفاش البلان ديال التسميه ديال قلعه المكونه. دابا نقول لكم علاش تسمات قلعة مكونة بهذه التسمية هذه. هو في الحقيقة التسمية ديالتها تسمية أمازيغية، تيمغرت مكون، تيمغرت تعني القلعة ومكون تتعني النائم، يعني قلعة النائم. وعلاش سمات بالضبط بهذه التسمية هذه؟ قال لك يعني الجد الأول ديال هذه القبيلة اللي كاينة هنا كان بقى في الكرش تاع مولا في البطن تاع أمو واحد المدة طويلة، وهذا نيت فعلا راه عنده واحد المعنى، لأنه بالأمازيغية مكون هو 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 داك الجاني اللي تيبقى واحد المدة طويلة في البطن تاع أمو. هادشي علاش تسمات هذه التسمية هذه. ودابا غادي نحاول انني نتحرك البوماندات، ما عرفتش واش نطلع حتى لي غورج دابا لي غورج تاع البوماندات تما كلبات ولا نبات هي في الفيلاج، ما عرفتش نتحرك ديك الساعه ويبان البلان. المهم اي حاجه ولا اي سميه راه عندها ضروري تكون عندها تاريخ وتكون عندها واحد الدلاله. وهنا مكون راه معروفه، هو الواد واد مكون. تحركوا دابا. نعم كي داير البطل تنى الوقت لاباس عليك اييه انت هاني بخير لاباس عليك. فاش تقرا؟ الحمد لله الثامنه ها ثانيه اعدادي مزيان الله يسخر الامور. تقرا؟ اه. نعطيك واحد القصه الا كنتي تقرا. نعم يا بسم الله بلاتي. تقدر تصبر معايا واحد جوج دقائق ولا ثلاثة؟ فين حطها؟ واش هنا ولا هنا؟ عندك شي اختك صغيرة؟ ها؟ عندك شي اختك صغيرة؟ ها؟ فاش تقرا؟ تالت هي اللي بغينا سبوع هذا. وحده عليك وحده عليها. شكرا. يلا الله يعاون. تقرا بعدا شويه مزيان ولا؟ عندك ياه. وريني النتيجة. وريني النتيجة يلا. شحال جبتي ان شاء الله؟ تقريبا زوينو. نشوفو. راك بطل 16 تبارك الله. آه. تبارك الله عليك. ما عندي ما نساك. شوف انا نعطيك واحد الكادو اخر. شكرا. والله الا نعطيك واحد الكادو اخر على قبل هذاك، على قبل هذيك النتيجه اللي جبتي زوينه هذيك 16. تستاهل كادو عليها اكبر من هذاك الشيء. شكرا. يا بسم الله هاك هاي. يا الله. يلا بسلام عليك. هذيك تستاهلها ما عندي ما ممكن. شوف كمل هكاك تبارك الله عليك. راه واحد النهار غادي توصلي ان شاء الله. راه الناس غير بحال هكا مناطق هكا وكملوا القرايه نتاعتهم ووصلوا الحمد لله. مع البرد ما كنحتاجش عندي قدرات باش نوصل. وان شاء الله غادي توصل. شوف بالعزيمه والاراده غادي توصل. يلا تهلا ليا في راسك. بسلام عليك. وان شاء الله اسميتك الحسن. واشي نهار نشوفوك ان شاء الله في التلفازة ولا نشوفوك شي عالم ولا شي حاجة كبيرة ان شاء الله. مراكش هنا. جينا تنضربو دويرة هنا عندكم. مرحبا بك. الله يحفظك بارك الله فيك. يلا سي الحسن بارك الله عليك. الله يسر الامور. ما يعاونك.
الطبيعه هذا ليه بنقطه زوينه كتمشي 16.76. كملنا البلان الله يرحم والديك. نعم كملنا البلان. لا ما عرفت كاع كم 40 عارف الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. يا بسم الله. هاد الليله ان شاء الله غادي نبات في هاد لوبيرج هذا. صراحه الله حاولت نزرب قبيله شي شويه لانه ما كانش قدامي بزاف تاع الوقت وبيطيح عليا الظلام. عرفت الفيلاج ديال بومانداد صافي وانا نقرر انني نطانصطال في هاد لوبيرج هذا. صعيب انك تخيم هنا في لي غورج ديال داتس. باقي لي غورج ديال داتس باقي لهم شي 10 كيلومتر ولكن صعيب تخيم فيهم لان كاين واحد البرد راه قاس حنيت بزاف. وفعلا هاد لوبيرج هذا زوين. ها هي الشومبر فيها جوج البلايص هنا وبلاصة هنا فيها دو شو طواليت هنا وحتى السيد اللي مقابلها واحد السيد اللي صراحة الله الله يعمرها دار دري ويش بزاف تعامل معايا بشكل اللي مزيان. ودابا غادي نقول لكم تهلاو فراسكم مشيو نتسارحوا لينا اليوم تقريبا ضربت شي 325 كيلومتر اللي ضربت دوش ونعس ان شاء الله ونقول لكم السلام عليكم.